يحتفل المجتمع الدولي في الرابع من شباط من كل عام باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عقب اللقاء الذي عقد قبل 3 أعوام في أبوظبي بين قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي أسفر عن التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. المزيد في التقرير التالي. يحتفل المجتمع الدولي في الرابع من شباط من كل عام باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات ومصر والبحرين، وذلك عقب اللقاء الذي عقد قبل 3 أعوام في أبوظبي بين قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي أسفر عن التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. ففي شهر شباط من عام 2019 استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالميا، وذلك بهدف التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة تقوم على احترام الاختلاف. وطالب كل من قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن تصبح هذه الوثيقة موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية لتساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن حق المقهورين والمظلومين والبؤساء في كل مكان. ومن هنا فقد شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة هامة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة وإرساء قواعد مكينة بين أهل الأديان والعقائد المتعددة من أجل مستقبل زاهر للبشرية جمعاء والوصول إلى السلام المنشود واحترام الاختلاف، حيث شهدت الزيارة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.